الرئيس السيسي يشهد حفلا فنيا بمناسبة الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر. البحرين توقف شخصين تلقيا أموالا من مسؤول قطري للتأثير في الانتخابات. وعادل عبد المهدي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة العراقية. موجز 5 صباحا من اكسترا نيوز، اسعد الله اوقاتكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفلا فنيا بمناسبة الذكرى 45 لنصر اكتوبر المجيد، نظمته وزارة الشباب والرياضة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات في التجمع 5. اتفقت اللجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة على السعي لتنفيذ مجمل ما تم الاتفاق عليه من موضوعات التعاون بين البلدين. كما اتفق الجانبان على 12 وثيقة للتعاون المشترك بينهما سيتم توقيعها خلال القمة الرئاسية بين رئيسي البلدين. وأكد الجانبان خلال أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة بينهما برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري والدرديري محمد أحمد، اتفقا على أهمية الانعقاد المنتظم للجان والآليات المشتركة، كما شددا على أهمية التنسيق المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية. أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حرص المملكة على كشف الحقيقة الكاملة في ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وخلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل السعودي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة تطورات الأوضاع في سوريا واليمن. أعلنت البحرين حبس مواطنين تلقيا أموالا من مسؤول قطري، وذلك للتأثير على الانتخابات والإضرار بمصالح البلاد. وقالت النيابة البحرينية إنه قد ثبت تلقي الشخصين أموالا من عبد الله بن خالد الثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتيهما البنكية أو بالتردد مباشرة على الدوحة واستلام الأموال نقدا. كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من الوزير القطري السابق مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام دعما لحملته الانتخابية. أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة العراقية الجديدة بعد أن منح البرلمان العراقي الثقة لجزء كبير من الحكومة التي قدمها، حيث وافق 220 نائبا من أصل 329 على أسماء 14 وزيرا بينهم وزراء الشؤون الخارجية والمالية والنفط. أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري أن اجتماعات لجان توحيد المؤسسة العسكرية متواصلة في القاهرة، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المصرية لتجنيب الليبيين خطر الانقسام. وأشار المسماري في مؤتمر صحفي إلى أن الجيش الليبي يخوض معركة في الجنوب لتطهيره من العصابات التي تهدد الليبيين، فضلا عن مهام الجيش في تأمين الحقول النفطية والموانئ في شمال البلاد. كشفت وسائل إعلام أمريكية محلية عن سقوط عدد من الضحايا في حادث إطلاق نار داخل أحد المتاجر بولاية كنتاكي. يأتي ذلك ضمن حوادث إطلاق النار التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الدعوات لوضع تقنينات جديدة لحظر فوضى امتلاك الأسلحة الشخصية. ختام هذا الموجز، تابعوا دوما المزيد من خلال extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.